أن يقدم هذا اللاعب الكثير. لا ننسى أولا الإشارة إلى أن هذا اللاعب رفض ألمانيا حيث ولد وترعرع هناك، وأيضا حتى فيتنام، لأن والدة اللاعب هي فيتنامية والمنتخب الفيتنامي سعى لضمه إلى المنتخب وأيضا المنتخب الألماني، وترك كل ذلك والتحق بالمنتخب الجزائري. هذا هو مستقبل أكيد لكرة القدم الجزائري ولمنتخبنا الوطني حسام، إذا ما تم يعني التعامل معه بالشكل الصحيح ويتم إدراجه في تشكيلة المنتخب الوطني بالتدريج، لان الجميع مجمع على ان لهذا اللاعب امكانيات فنيه كبيره جدا اذا ما وجد العنايه الكافيه يعني الكافيه من كوادر المنتخب الوطني بقياده رياض محرز واخرين. اكيد سوف يندمج بالتدريج مع المنتخب وسوف يقدم الاضافه، ولا بد من البناء على هكذا يعني نسب معينه من اعمار اللاعبين، لان مستقبل المنتخب الوطني شئنا ما ابينا حسام لابد ان يبنى باستراتيجية جديدة، لأن بعض اللاعبين تقدموا في العمر، ولو أن بقائهم مثل محرز، مثل بغداد بنجاح، مثل مندي، ربما يعني مجرد بقاء وجودهم في المجموعة فهو دافع لهؤلاء الشباب من أجل اكتساب الخبرة والمساندة والمرافقة لهم في إدغال إفريقيا. وبالتالي الذين يطالبون ربما بإبعاد الكوادر أعتقد بأنه أمر غير منطقي، والمدرب الوطني أكيد لديه الخبرة ويعرف كيف يتعامل مع هذه المواضيع.